المباراة الأخيرة فتحت البوابات اندفاع لخيل الانتاج عمر الأربع سنوات فأكثر في شوط مفتوح الدرجات مسافة الـ 1800 متر شوط التكافؤ حتى تصنيف 65. هنا نشاهد هذه الانطلاقة، هنا نشاهد الاندفاع تبدأ من قبل قدرك عالي على ما يبدو ابن جريت رامبوسكات يحاول الانطلاق من الخارج، بينما الأتم أيضا في غمار المنافسة، الأتم يحاول خطف السياج في هذه الأثناء مع عسام الشهراني فيما المتابعة قادمة أيضا من قبل ولد كروم ابن كاليفورنيا. كروم يتقدم في هذه اللحظات، فيما نشاهد أيضا تحرك من بلاك باور ابن باور بروكر بشعر نايف الفضل مع عبد الله الحصين. هنا الأتم ابن ووردلي بشعار عايض بن سعد البقومي مع الخيال أسامة الشهراني إلى المركز الأول بجوار السياج المطاردة في ثاني المراكز لقدرك علي، يحاول الانطلاق في هذه الأثناء، بينما أيضا النجم الكاسب ابن علم بشعر عبد الملك العتي مع ركان العبيد ينطلق في هذه اللحظات، فيما قدرك علي يطارد إلى ثاني المراكز والمركز الثالث لعيونك الى نواف ابن موفق بشعر بدر التميمي مع اصيل السرحاني. الدخول للامتار الاخيره هنا الى المركز الاول للنجم الكاسب ابن علم صاحب الثلاث انتصارات مع ركان العبيد وقترك علي يطارد زير كنت تتحرك ابن التاوتس مع ضرب التمياط. وهنا الامتار الاخيره النجم الكاسب لا زال هو المسيطر حتى الان، محاولات للدخول لاكثر من جواد بحفظ الباري بن فيرس ديفنس يحاول الانقضاض في هذه الأثناء مع كذلك تحرك لولد كاليفورنيا من يحسم المواجهة. هنا أيضا أبو شيبة يأتي بكل قوة مع الإديرة الذي ينقض في هذه اللحظات ابن ساينة أندان يخطف الفوز. الإديرة ابن ساينة أندان والمسامحة لمتعب عقيل عقاب بن عجل دريبات سعد الجنيدي والقيادة الفهد الفريدي يسجل الفوز الثاني في سجل السباق. إذن الإديرة بطل